السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في قناه ام امين. اليوم جبتكم معايا لواحد المغازه، واحد البوتيك سميتها بيوتي فور سيستر. المهم انا خليت لكم سميه مكتوبه هنايا. المهم كاينه في طرق وانا البنات، كاينه اكزاكتومون حدا الدي، حدا الدي حدا لا فارماسي ديال بغطا. المهم انا غنخلي لكم كلشي في صندوق الوصف. بالنسبه للناس المهتمين غنخلي لكم لادريس ديال المغازن. صراحة غتلقاو عندها أي حاجة، عندها الحوايج ديال المتحجبين بالنسبة للبنات اللي كيقلبو على كي على الحوايج اللي متحجبة، بحال هادوك لي شوميز اللي هابطين، وحتى لي بنطالون، كلشي عندها. عندها لي موديل، ماشي عندها غير ستيل واحد، عندها جميع الستيلات. ولافوندوز راه واحد المرأة اللي هي تخي 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 جونتي. وأنا صراحة اكتشفت هاد المتجر حيت كان يعني كان نجيب ليها لي كولي ديال فينتيد، وصافي هذاك النهار سولتها قلت لها واش واخا نجي ندير لا فيديو في المكازان ديالك، قالت لي ماشي مشكل وصافي. ايوا المهم انا كنوريكم، انتما كتشوفوا لي بانطالون كي دايرين، وغنوريكم حتى الاثمنه. المهم انتما كتشوفوا راه تيبانوا لكم الاثمنه. لي بانطالون عندها يعني بزاف لي موديل، هادوك الواسعين، هادوك لي سليم، والأثمنة كتختلف كل واحد والثمن ديالو بوحدو بطبيعة الحال. كاين هدف في النواخ جين، والثمن ديالو داير 19 أورو 90. كاين هاد الشكل هذا اللي كتعجبو، هاد الماتيغ هادي اللي تيكونو واسعين، هاد الصراحة ما بانش ليا الثمن ديالو. ايوا عندها تسنيدلات هادو انتما كتشوفو كيجيو واعرين مع هكاك الشعرادة ولا شي حاجة بحال هكايا، وكل وحدة والثمن ديالها. عندها حتى لي طالون، وهنا عندها لي بوتين صغارين بحال هاد الشكل هذا بلي طالون، وعندها حتى العاديين سون طالون. ايوا صافي، هنا غنوريكم واحد العبايه واعره بالنسبه للناس اللي كيعجبوهم العبايات. عندها بزاف صراحه، بزاف لي موديل العبايات هكايا، يعني قالت لي بلي يعني كل بياسه بثمن ديالها. بحال هاد دابا الفوقاني داير 42 دولار، وفيها هداك العقيق. وراه كنتم كتشوفوا وريتكم راه كاينين بزاف، كاينين هادوك لي سامبل هنايا. المهم عندها بزاف الحاجات. المهم انا غادي نحاول نوري لكم غير بعض الاشياء، مي راه عندها بزاف بزاف بزاف، يعني حيت ما نقدرش نحيد كل حاجه بوحدها. كاين هاد الشوميج هذا، لا فيست، عندها حتى لي فيست البنات، عندها السيكان، عندها لي فولاغ. المهم انا غنوريكم من كل حاجه شويه حيت الصراحه عندها بزاف، ما قدرتش نصور كلشي. كاين هاد الشوميز هادي، ولكن هادي راه طايه كبيره، ما لقيتش طايه صغيره باش نزور لكم. المهم دايره 25 كورو، ولكن هادي راه طايه 42، يعني كنتصور بانها في الام وفي الاس غتجي واعره صراحه. هادي راه طايه 42. ايوا صافي، انا المهم تنقلب تنهز ليكم غير شي حاجه هكا وصافي. كاين هذا الموديل هذا، هذا راه اونصومبل البنات، هذا راه اونصومبل مع السروال ديالو، وعندو اليدين في الابيض ومقوفلين هكايا. انا غنحاول نجبد لكم السروال نتاعو، يعني حيت دايرين السروال نتاعو الداخل، السروال ديالو في نفس لاكولور. انتما كتشوفوا السروال، انا جبدتو لكم يعني السروال والفوقاني ديالو، وليدين هكاك من الفوق. الصراحة انا عجباتني الصراحة، والثمن داير 35 دولار، يعني حتى الاثمنة ما غاليينش بزاف. كاينه هاد لا فيست هادي، ولكن حتى هي واقيلا طايه كبيره، هادي كتبان لي طايه كبيره. كاين هادي تاني موديلات اخرين، يعني حيت عندها بزاف لي موديل.
مهم. انا غادي نحاول نوري لكم شويه شويه. كان هذا سامبل انتما كتشوفوا كيفاش كيجي. هو سامبل صراحه تمن ما بانش ليا الثمن ديالها هادي. هنا هذه حتى هي داير على هذا الشكل. هذا انا غنصور عليكم في الاخر الفيديو لبسات ها المانكا يعني تخون دوغو، ولكن راها طويله البنات، طويله طويله بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم الحاجه تكون مستوره. هذه حتى هي دايره بحال ديال سبورت تقريبا، دايره 34 يورو. وهنايا البنات حطت لي حطت هكا لي هذوك شينان ديال هاد لاماتيغ هادي. انا صراحة يعني دايرين 5 أورو الواحد و 3 ب 14، راها مكتوبة تما كتبان ليكم. وعندها جميع الألوان البنات، جميع الألوان، جميع الألوان، في الأحمر، في القهوي، في البيج، يعني عندها جميع الألوان. المهم هذا اللي لقيت محلول وانا وريت لكم على قريب، حيت هذوك الاخرين ما محلولينش. صافي غير تنوريكم غير لي كولور، وعندها بزاف لي كولور. وعندها هاد لي كولور هذا شو كيحمق، ف يعني هاد الكولور عجبني بزاف صراحه، زوين وخفيف. ايوا عندها هاد لي بوتين هادو تاني في هاد الماغو، في هاد الشكل هذا تاني موديل هادو. ما الثمن ديالهم ما بانش ليا، المهم زوينين. هانتوما كتشوفوا هذيك لا شوميز اللي قلت لكم قبيله شتوها كده تجي، كتجي طويله. ايوا عندها هنايا لتحت هاد لا ماتير هادي تاني اخرين. عندها هادو اللي قلت لكم راه عندها بزاف لي كولور، هانتوما لقيتهم هاد بلا يعني بلا بلاستيك، وريت لهم كم دايرين. ها هما عندها في الغوز بيبي، عندها في الكحل، عندها في البياض. عندها هاد الماتير هادي زوينين يعني سخانين. باقي غادي نعاود نوريه لكم، نوريهم لكم حيت ديك الساعه تجربت تغير الفيديو. هانتوما كتشوفوا في الالوان، وعندها هادوك المزوقين بالنسبه للعراضه، وعندها هادو السامبل. وعندها هنايا البنات فين تشونجيو مثلا الا بغيتي تشريو شي حاجات زعما تبدلو تما كاين وتجربوا فيها المرايات وكلشي. ايوا هنايا تاني حطت تاني عبايات اخرين، يعني قلت لكم راه عندها بزاف بزاف. عندها دي شوميز يعني في الاشكال والانواع، هذا الشكل هذا راه زوين الا لاحظتوا، راه داك العام اللي خرج موضه باقي كاين دابا، يعني بزاف البنات كيديروه. كيكون هكا يغليظ من شويه من الفوق، ومن تحت كيكون خفيف وتيجي هكا في البيض زوين. داير 26 الاورو وصراحه زوينه مع سروال جين، شي زوينه. كاينه هذه تاني الناس اللي كيعجبهم تاني هذا الشيء سامبل، كل واحد والذوق ديالو في اللباس. هذه سامبل تاني، وهذا واقيلا لي جيلي. ايوا المهم انا وريتكم من كل حاجه شويه صافي. كما كتشوفوا واحد لا شوميز كي تاتشي من بوزا، كاينه هذه تاني شتوها كي تاتشي، هذا بحال لون صمت ما عرفتش، المهم ما لقيتش السروال ديالها. ايوا هذه تاني فهاد الشكل هذا. هنايا لي فولاغ يعني انا قلت لكم راه عندها يعني كاع لي ماتيغ تقريبا ديال لي فولاغ عندها. ايوا هنايا تاني العبايات، المهم كنت وريتها لكم قبيله هذه.
هنايا واحد لا شوميز حتى هي يعني بالنسبه للناس اللي كيعجبهم بزاف لي شوميز طوال، يعني عندها لي شوميز طوالين وعندها لي شوميز عاديين، كل واحد وتقديره، حيت كاين اللي كيعجبو ثاني يلبس هذوك الشوميز طوالين بزاف. عندها القفاطنيه البنات ديال جوهره 60 يورو، انتما كتشوفوا مخيطين وموجودين وكل شيء، انتما كتشوفوا راه ما جبدتش كل شيء باش نشوف، ولكن راه الالوان انا بعدا حمقاني الالوان. انتما كتشوفوا عندها بزاف الاشكال ديال الجلالب، ما عرفتش، ولكن القفاطن والتكشيط راه كاينين. انتما كتشوفوا الجلالب، هذوك الجلالب اللي منبتين فاطمه قيله هذه جلابه. المهم حيت انا دابا حيت مخلط هذاك الشيء صافي، ما بيتش نرول ليها القضيه، صافي خليتها، ما حاولتش انا نجبد كل حاجه بوحدها. اما راه داك الشيء تيبان زوين، شوفوا هذا في الخضر عجبني، هذاك في الخضر ايوا. رجعتكم ثاني هنايا هادو لي بول بالطوالين، كما كتشوفوا كيجيو هنايا. عندها المجوهرات البنات، بالنسبه قالت لي هاد المجوهرات هادو راه ما كيكشفوش البنات، يعني كيبقاو هما هادوك، هادو اللي هنايا كما كتشوفوا، يعني تيبقاو هما هادوك ما تيكشفوش. شوفوا هاد القفطان كي تيجي مع هاد المضمه هادي، غزال صراحه. هادو حتى هما زوينين. يلاه البنات، هنا الفيديو ديالنا غادي يكون انتهى. شكرا بزاف على المتابعه، كنتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو وتشجعوني، واللي مشات عند هاد لافوندوز هادي تقول لها راجات من طرف ام امين. وشكرا بزاف. المهم نخليكم جميع المعلومات ديالها في صندوق الوصف، حتى تقريبا الانستغرام ديالها غادي نحاول نحطو لكم، ونحط لكم لادريس. المهم راها كاينه في بغابا، في احدى الديز بغابا حدا الفارماسي، المهم راه معروفه يعني هذاك الشارع.